توا قايد سهلها تسهيل باش نحكيه كل مرة في الموضوع صعيب شوية نحاولوا إن نسهله بالكلام بتاعنا وسيسليم باش يقوم بالواجب كل مرة باش يجيب لنا موضوع اللي قاعد يدور وقاعد عامل توا بوليميك واليوم باش نحكيه على بولحنيك. يوما بولحنيك عرفتوا نتاع كوريا ولا اي بيان سور حاجه جمعه هذه والله قالوا توفى وبعد عاود حيي وحاجه هكا اموره تعبه. اي مرحبا بسد المستمعين والمستمعات في تنشينه سهله بامتياز. المجلات والاعلام في كل انحاء العالم يحكيوا على عمك كيم جونغ اون، عرفتوه بولحنيك هذاك. هاو كيم ريض، هاو كيم على فراش الموت، مقالات بالمئات من نيويورك تايمز للغارديان، وخلينا عاد من تويتر والناس اللي تغرد غادي تحكي ليل ونهار على احتماليه انه كوريا الشماليه مخبي يموت كيم. اي وشنو الرسمي تو؟ يا سيدك من سيدك كيم عمل عمليه كوغوفير خاطر عنده مشاكل في القلب، والكل من جرد قلت له بروحه، دخان على طبل بيس الماكله، حتى مرته تشكيت من هذا، امور عاليه وكذا، عائليه وكذا، احنا اش دخلنا؟ بطبيعه خبر كيم هذا ما يتعدش بالسهل، شخصيه سياسيه كيما كيم في بلاد كيما كوريا الشماليه ما تنجمش تتعدى تحت حسمس، وخبر كيما هكا ديما تلقى وراها كود اشاعات. نهار 15 افريل كوريا الشماليه تحتفل بعيد ميلاد 108 متاع اول مؤسس لكوريا الشماليه كيم إيل سونغ، واللي يجيب بو كيم يعني عزيزو. ما شاء الله العائله ابدعت الديمقراطيه وتداول سلمي على السلطه. والحدث هذا خلى الاعلام الكل يتساءل علاش سي كيم كان غايب على صور الحصريه متاع الكبارات نتاعهم، ولهنا بدينا نشكو كيفاش يغيب على يوم مقدس كيما هذا برغم اللي نهار 11 افريل ظرف اجتماع اخر وصوروه. وكالة الصحافة في كوريا الجنوبية قالت لي الخبر هذايا مش صحيح وكيم حي لبس عليه، والخبر هذايا جاي من عند راس كبير في كوريا الجنوبية اللي اختار يقعد مجهول. الخبر يتأكد من عند وكالة أنباء بريطانيا نهار 24 أفريل، وزدنا تأكدنا كي بعض التصين الشقيقة طاقم طبي لسيكيم. شكون كيفك يا كيمو خاي؟ شخصيا أنا سألت شكون شجد الحكم بعد كيم، يعني لو قدر الله ربي هزمانته فما مجموعة من السيناريوهات المحتملة. لول هو اللي يحكي فيه الناس الكل هذيمات اللي اخت بولحنيك كيم يو جونغ باش تشد بعضو كوريا، ولا اله الا الله والفرح وتانا. وبالرغم اللي فما تمييز جنسي كبير ضد المراه في كوريا راهو، وهذا زاده يعني انه من العائله مناش خارجين طرابلس يا جد كيما نقولوا احنا. بدا الاهتمام باخت كيم في العالم الغربي كي ولات تظهر شويه في البوليتيك، وكانت تقعد بحذا الزعيم في زياراته الرسميه ولا في المناسبات الوطنيه نتاعهم. وكيم يو جونغ الاخت هذيا معناها هي قريدة العش والبنيه صغير للزعيم السابق كيم جونغ ايل من زوجته السابقه، والناس الكل قاعد تحكي عليها خاصه العام اللي فات كي مشات لكوريا الجنوبيه ضمن الوفد الكوري الشمالي كبارات وكذا، هذوكم اللي شاركوا في دوره الالعاب الاولمبيه الشتويه، وهكا ولات اول عضو من العائله تمشي للجاره الجنوبيه في تاريخ الكوريتين. الاخت هذيا بدات سياسه مع بوها كي خدمت في الحكومه قبل ما يعينوها في عام 2014 نائبه مدير اداره الدعايه، وحتى كيم عينها معها في الحكومه زاده. عم كيم مشكلته ولاده صغار، لذلك فانه حسب النظام الكوري اخته هي اللي باش تحكم بعده. سيناريو ثاني شو يقول كان هز ربي يمينته باش يشد المنصب واحد من كبارات قاده الحزب، خاصه انه الحزب نتاعهم مسيطر على كل شيء في البلاد، حتى الامن مضمون عندهم في كوريا ظهرلي. وبما انه زوز من الاعضاء ثلاثه اللي في اللجنه الدائمه للمكتب السياسي نتاع حزبهم كبار في العمر، وكما يقول العكري بومرز، فكانه العضو الثالث اللي هو رئيس اداره التنظيم والتوجيه تشوي رونغ هو المهدي المنتظر. مسكين باش يدخل في طرح خايب مع نائب الرئيس ولا اي خليفه اخر، وفي الحاله هذه فانه اخت الرئيس هي الكل في الكل، والحل الوحيد باش يحافظوا على تقاليد حكم الاسره. وانتم تصوروا كيم بولحنيك شويه ولا تشيشه هو سيدي مشى وبدل المسؤولين الحزبيين والعسكريين وبدل لهم خدمهم، مش هكاك ينقص من المنافسه. هذاك علاش ما تلقى حتى على الساحه السياسيه قادر يشد بلاصتو. والخبر الصحيح توا نتاع موت كيم يقعد بين دين كوريا الشماليه خاطر مسكر على روحها من الشيرات الكل، وما عندهمش قنوات مستقله ومحايده كيفنا احنا، لذلك لعله عند ربي خويا وعند الحكومه الكوريه زاده. يقول قايل شنو هالنظام هذا والعبيد كيفاش عايشه في البلاد. الناس الكل تعرف اللي النظام في كوريا هو نظام الحكم الواحد كيما دولة التنين اللي حكى عليها الفيلسوف هوبس، كل شيء بين يديه، وانت كمواطن كوري لازمك تمتثل اوامر الحاكم ولا يتغش عليك. وزيد يحكيو كيم بولحنيك الغش نتاعو خايب فرير، كان نقص منه شويه راهم كنا طوش بيبي طنط. الحاصل كوريا ملي تاسست وعائله كيم شدتها من جد وربوه لين وصلنا ليه هو. يا اخي كوريا عندها ملك هكا سالتني فرياله. باه يا سيدك لا، في كوريا ما فماش ملك وتبقى العائله الكريمه حره يشدوها يبلبزوها يخلبزوها يخربوها الدار دارهم وحنا ضيف. به اي تو بالحق شنو النظام الكوري هذا؟ يا سيدي قال لك النظام هذا شيوعي والكوريين ما يفادلكوش راهو في الامور هذه. اما خلينا ساعه نفسروا للساده المستمعين اش معناها نظام شيوعي. تاريخ شيوعي يرجع لعام 17 كي بدات الثوره البولشيفيه، وان شاء الله حين ربي نحكيوا عليها نهار اخر، وكي خرج عمك لينين في الاراضي الروسيه وقال الارض العمال والجياع.
هو نظام انسبيري من نظرية كارل ماركس وتحديدا من كتابه البيان الشيوعي اللي كتبه مع فريدريك انجلز. الشيوعية هي مذهب سياسي واقتصادي يهدف بالاساس الى سيطرة الجمعية على وسائل الانتاج بعد ما نحيوا مفهوم الملكية الخاصة، يعني يولي كل شيء في يد الدولة، وفما شوية مفاهيم اخرى زادت تنحى. اول بلاد اللي فيها نظام شيوعي هي الاتحاد السوفيتي، اما الحقيقة بركت اقتصاديا وما طورتش برشا. كوريا الشمالية هي شيوعية سبيسيال شوية، هي أول نظام شيوعي وراثي في العالم، يعني العائلة هي اللي تحكم والانتخابات ولا حد شيء. وفي كوريا حزب العمال ما يقابل الجبهة متاعنا هي اللي تحكم، نظام آخر هذا. وحكم الحزب الواحد معروف عن دول شيوعية من أول الدنيا. الحزب ما يحكمش في الدولة كهو، أما القيادات متاع المنظمات الاجتماعية متاعهم، معناها لوجيتيتي متاعهم والوتيكا متاعهم والنقابات متاعهم اللي مفهمش منهم هذوما الكل، كلهم نفس الحزب. جاتكم باللطف يا توانسة. وهذاك علاش نعتبروا كوريا الشمالية دولة الحزب الواحد، وحتى كان فما أحزاب أخرى ماهيش أحزاب معارضة حقيقية، فهي أحزاب شقيقة صحيبات حبيبات، وحتى في الانتخابات ما يقلقوش. تي حقا شبين نخرو ما في ريال يا اخي، فما انتخابات في كوريا اصلا تي ما هو مزني كيف من بربازا يا فريال. اوباما اي هوب ذات تو بي اندرستود باراك اوباما شات اب يور ماوث اوباما شات اب يور ماوث اوباما هارد لك باراك اوباما سي سي اس سي سي اس مور سي نو مور سي نو ماي بريزنت سي سي ماي بريزنت سي سي ماي بريزنت سي سي ازر نو ازر نو ازر. زعما ينجم يطلع عمك كيما توفي، اما السلطات الكوريه مخبيه عين الشمس بالغربال، الحق حد ما نجم يعرف. اما في الايامات الجايه سهله باش نكون معاكم لحظه بلحظه في راديو نجمه، وهكيك تعرفوا اللي قاعد يصير الكل. هو توصيح مازال بكري، نتمنى لكم شهيه طيبه وان شاء الله نهاركم اسعد الايام. بالله ريش كيفاش فريال سهلت سهل سهلت سهل. انا باش نجاوبك على السؤال الاخر، زعما حي ولا لا هو زعما مريض بالقلب ولا لا؟ خاطر فما برشا ناس قاعدين يقولوا اللي هو عنده ورم في المخ، عافينا وعافيكم الله. برشا يقولوا مهبول، فما برشا يقولوا مهبول. وبالنسبه للسيناريوهات اللي انت قلتهم، الحقيقه ثاني اول مره نسمع بيه، يعطيك الصحه نورتنا. بالنسبه للسيناريو الاول اللي هو اخته، برشا الناس حكيوا عليها وقالوا اللي هي اخطر برشا من خوها، واللي هي تثبت باش راجلها ولدها زوز ينتحروا تلما امراه ما تلعبش. يا اخي انت يا ريت وجهها ريت وجهها لطف يا ربي قطر بسم اسمع اسكت يسمع عليك قال قاعد يقيد في سبيل العباد اللي خرجوا الاشاعه نتاعو باش يدور علينا بعد ربي يدق علينا الستر يا خي. باهي الروبريك هذيا اون باتونيريا مع سهله، كان تحكي لنا على سهله شنو هي؟ باهي سهله سي صحافه الالكترونيه سهله. كل مره ناخذوا ان تيم داكتواليتي ونحكيو عليه كو سوا بالفيديو ولا نكتبوا ارتيكل على الريزو سوسيو نتاعنا، سهله في الفيسبوك سهله في الانستغرام سهله في تويتر. دونك احنا نحبوا الثقافه السهله، نحبوا المعلومه توصل للعباد، خاطر ديما احنا نحكيو ونقولوا اش معناها نعرف كوريا الشماليه، حتى حد ما يعرف شنو هي كوريا الشماليه، علاش سبيسيال برشا، علاش العباد الكل خايفه منها؟ نعرفش نقولوا اشتراكيه، نقولوا ديما كابيتاليزم، نقولوا ديمقراطيه، الكلام هذا العباد الكل تقول الحاجات الصعيبه اللي احنا ما نعرفوهمش. بالضبط بالضبط. والعباد اللي سوجي العباد تحكي عليهم في القاوي احنا نحبوا نفسرهم بطريقه سهله، نحكيو احنا ساهلين. يعطيك صحة سليم. دونك كل يوم باش تلقاو سهلة تسهيل مع سليم. وبالنسبة لليان تاع سهلة كان تحبوا تدخلوا تعملوا طلة تلقاوها على نوتخ باج فيسبوك نجمة فين. دونك هذه كانت سهلة تسهيل لليوم.